السلام عليكم اخواتي، ومرحبا بكم ان شاء الله في فيديو جديد. نتمنى من الله تكونوا بخير. واليوم ان شاء الله غادي نوريكم هذه واحد الجلابه مخدومه بالراندا، وانا بغيت نذوقها غير بهذه الحجيرات. وجينا على هذا الشكل، عندنا هذه الحجيرات الكبار وعندنا هذه الصغيرين. والخير كنديرو المرمى غير باش تجينا الخدمة مقادة وصافي. يمكن الأخوات اللي ما عندهاش المرمى تخدمها بلاش، المرمى كتساعدنا. كنجيو نحطو العقيقة في الوسط في هاد الملاقية باش تجينا مقادة. بسم الله. كنثبتوها في هاد الجناب، كنزيدو مع الجناب كاملين. حنا كنثبتو وحنا كنقادوها باش ديما تبقى لينا في الوسط. مزيان باش كنجيبو حجرة اخرى كنحطها هنا فوق باش كنشدو هداك التوازن ديالها. كيما كتبقى عندنا هكا وحده فوقها، هادي كنثبتو هاكا مزيان. نجيب واحدة أخرى كنحطها تحت، ديما كنقادو ما كنخدمو ما كنقادو باش جينا في نفس الطرف قاعد تماما. كنجيبو نحطو هنا غير باش كنبقاو غاديين باش ما تجيناش هكا شويه مزير، وكتبو عاود قدروا شوفو حتى تجيونا هكا تبقى المساحه بيناتهم. كنحاولو ديما نقادوهم باش كنجيبوهم باش تعطينا ورده مقاده. المهم غنكمل معكم بهذه الطريقه، هي شي حاجة سهلة ماشي شي حاجة صعيبة. المهم الأخوات كيف كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. نتمنى تعجبكم فكرة اليوم، والأخوات اللي هم الاختيار اللي بغات تهبط حتى لتحت راه كيبقى الذوق والاختيار على حسب السيدة. الأخواتي ما تنسوش تشاركوا معايا في القناة ديالي وتضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم دائما كل جديد، وشكرا.